أهلا وسهلا. كل مرة لما الحرف الأي ما بيكون صوتي بيصير كتير ضعيف، يعني الحرف الأي ما ينسمع كتير. اسمعوا مثل فهل كلمات التالية: هازة، هازن، gezogen، bezogen. بهالكلمات حرف الاي ينلفظ كتير خفيف، يعني الحرف مكتوب بس ما ينلفظ. اسمعوا على هالامثال كمان: Ende، Ekel، Enden، Ekeln. وهلا انتم تقدرون تتعلموه وتجربوه تلفظوه صح. كل كلمة فيها مرتين الاي الخفيفة: Gebinde، bewegen، Gelände. ولا تنسون هالحرف الاي لما يكون بلا صوت بيكون كتير خفيف باللفظ. انا اقول تقدرون تتعلموه في سهولة. باي باي، وإلى مرة الجاي.